خطاب محدد بموجب الإعلان الدستوري الصادر من في البداية كان المجلس الانتقالي ثم عدل بعدين من المؤتمر الوطني العام، ويقول النص على أن تصدر الهيئة قراراتها، مقصود بها قراراتها الدستورية في الشأن الدستوري، بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد. ثلثي الأعضاء يعني ثلثي الأعضاء زائد واحد من 60. نحن تخبنا 60 عضو، الموجود 56 لأن عضوي درنا وعضوي لمازيغ لم يلتحقوا للأسباب المعروفة يعني. وبالتالي ثلثي الأعضاء زائد واحد من 60 هما 41 عضو، وهذا ما انعقدت به جلسات الهيئة سواء بداية صحة جلساتها أو في إصدار قراراتها الدستورية، 41 صوت. الذين مجتمعين في كانوا في صلالة ويدركون هذا جيدا بأن مسألة الحصول على 41 صوت في المسائل الدستورية مسألة صعبة جدا إذا لم يكن هناك توافق، فما بالك حتى هذا بوجود الأعضاء ككل، فما بالك إذا كان 9 أعضاء من المنطقة الغربية، عضوين من مكون التبو أعلنوا مقاطعتهم الكاملة، وحدروا حتى أعضاء الهيئة التأسيسية بأن يصدروا باللفظ حدروا أن الأعضاء الهيئة التأسيسية أن يصدروا دستور غير توافقي، بالإضافة إلى عضوية السيد علي طرهوني المتوقفة. يعني أنت لديك بمعدل 13 أو 14 إلى يصل 15 في بعض الأعضاء من المنطقة الجنوبية صراحة يتململون من هذا الوضع وغير مرضي لهم هذا الوضع، أنا أقولها صراحة، عضوين أو 3 أعضاء، وبالتالي قد لا يصلون النصاب. فما هو الحل؟ الحل مثل ما قال الدكتور محمد صاري، هناك سباق محموم لتمرير هذه المسودة بعيوبها بأي إشكاليات كانت فيها لأغراض عدة. الغرض الأساسي مكاسب جهوية مناطقية ضيقة، يعتقد البعض بأنه لا يمكن أن تتاح فرصة أكثر تمينة أكثر من هذه الفرصة لتمرير هذه المكاسب، مكاسب شخصية مثل ما تفضل الدكتور محمد، نحن الأباء المؤسسون سنترك يعني تاريخ لأبنائنا وأحفادنا، نحن من أسسنا الدستور الليبي، وهم لا يعلمون بأنهم في هذه الحالة سيذكرون في خانة أخرى لا أريد أن أذكرها بما يريدون أن يمررون. وبالتالي هم يعملون، السيد نائب رئيس الهيئة وهو رئيس الهيئة المكلف حاليا بحكم غياب السيد علي طرهوني أو إيقاف السيد علي طرهوني، وجه رسالة هي موجودة لديك بأنه ستعقد جلسة يوم الأحد يوم الغد لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية. هو لا يريد أن يذكر صراحة بأنه تعديل النصاب الدستوري الموجود في الإعلان الدستوري الذي لا يملك السيد نائب رئيس الهيئة أو باقي الأعضاء تعديله، لأنه يخرج عن سلطانهم، وبالتالي هذا يجب أن يعدل من السلطة المختصة بتعديل الإعلان الدستوري. السيد نائب رئيس الهيئة أنا شخصيا وقفت معه أكثر من مرة، هو من أكثر ومن أشد الناس المؤيدين لتعديل النصاب الدستوري، هو والسيد محمد الجيلاني البدوي رئيس لجنة العمل. وللأسف الشديد هذين العضوين هم أساتذة في القانون، أحدهما عميد كلية وهو السيد نائب رئيس الهيئة عميد كلية قانون، والآخر دكتور وأستاذ في جامعة طرابلس، أول من يدرس للأعضاء الاحترام للطلبة احترام القانون والالتزام بالقانون هم من يسعى إلى اختراقه ومن يسعى إلى التدليس على الشعب الليبي وتغيير النصاب القانوني. وبالتالي Yeah.